النيوترون ستار هذا النجم النيوتروني يطلق نبضات كنبضات القلب. هي دي بقى اللي احنا بنتكلم فيها. نعم. حينما سمعت هذه النبضات بواسطة التلسكوب الراديوي حصل فعلا ان في اتسجلت. نعم. يعني نبضات النجوم النيوترونية سجلت فعلا. ايوه. وهي تشبه الطرق على الباب تماما. ولذلك تسمية القرآن الكريم لها بالطارق يعني شيء مبهر للغاية. وهو أفضل ألف مرة من أن أقول أن النجم النابض. هل ده السيدي اللي حضرتك اديته لي؟ نعم. طب أنا اديته للأستاذة إيناس وياريت تسمعه لنا عشان برضو يعني نشوف إيه القصة بالظبط. نعم. يعني هذه الأصوات نعم تسمى النابضة. النابضة نعم. شيء عجيب. نعم. يعني النبض. طب بعد إذنك نسمعها. هي دي؟ نعم. نبضات القلب. نبضات فعلا زي نبضات القلب. نعم. ولما تتسارع تصبح طرقا كأنه طرق على الباب. يعني تبتدا لا هذا هو الطرق. الطرق هذا هو الطرق. نعم. سبحان الله. كأنه طرق على الباب فعلا. نعم. طرق متسارع للغاية. ومن نجم بذاته. من نجم بذاته. نعم. سبحان الله. نعم. الحقيقة. ولذلك نقول أن التعبير. طب عفوا يا نعم. دكتور أولا من اللي سجل سجل في ناسا. في ناسا. نعم. يعني ده يعتبر وثيقة علمية. نعم. يعني نعم. مؤكدة يعني. مؤكدة نعم. أنا لاحظت فيه صوتين صوت نعم. زي النبضات وصوت سريع. سريع نعم. ده ناشئ عن إيه الاختلاف ده؟ ناشئ عن أن هذا النجم حينما يقترب منا يكون النبض سريع للغاية وحين يبتعد عنا يكون النبض بطيء فكلما اقترب منا يكون قد طرق وكلما بعد عنا يكون كنبضات القلب سبحان نعم. الله نعم وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب لأنه يثقب صمت السماء بطرقه سبحان الله نعم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق